اخوتي واخواتاتي، نهاركم مبروك، من الصباح تهضروك. ان شاء الله الفيديو يسكم احسن حال، وكنعتذر على التاخير ديالي. كنشكر المتتبعين ديالي كاملين، كل واحد بالاسم ديالو، على المجهودات اللي كديروا معايا، على التشجيعات ديال اللي كتشجعوني، على اللايكات ديالكم، على التعاليق، راه كنقراهم كاملين. وسمحوا لي على هذا الغياب، لان غبت على سميتو ولا شي 15 يوم ولا شنو، بسبب ظروف العمل وعيانه شويه، ما شكيت عليكم. كما كتشوفوا اليوم غادي نوجد معكم واحد المعطر ديال الجسم، كيبقى في الجسم ملي كدوشتي كيبقى تدهني به اللحم ديالك، الجسم ديالك كامل كتبقى 24 ساعه واكثر، لانه فيه مكونات زوينه ومكونات ما شاء الله. انا مجربه وكنديرو دائما، كنديرو في الصيف وبلا صيف، ودابا غادي ندوزو المكونات والطريقه ديالو. وقبل ما ندوزو الفيديو، ما تنساونيش اللايك والبارطاج، جزاكم الله كل خير، وكنشكركم مجددا كاملين كل واحد الاسم ديالو. يلا نخليكم مع الفيديو. كما كتشوفوا هادو هما المكونات اللي عندي. عندي هنا جونسون ديال الاطفال، زيت الاطفال، عندي هنا دي انا هذا ديال ديكس ام، يمكن لكم ديروا جونسون الاخر، زيت الاطفال، اي زيت الاطفال اللي عندكم يمكن لكم تستعملوه. عندي هنايا المسك، المسك هذا اللي تيكون حجره بحال هكا، ريحته زوينه. وعندي المعطر، الريحه ديالكم اللي كتستعملوا، البارفان ديالكم اللي كتستعملوا، اي حاجه الريحه ديال اللي كتعجبكم ديروها. دابا غندوزو للطريقه ديالو. كنجيبو الزيت، كنجيب هاد الاناء نخلط فيه، ومن بعد غنديرو في الشقره. ندير القياس اللي عمر ليا هادي، تقريبا خويت النص ديالها. كنجيب واحد الحكاكة بحال هكا، وكنحك حكو بحال هكا، زوين هاد ما تحتاجي فيما تبغي تخرجي تتبقاي صوتك كولونيا ديالك. هذا كدوشي كدهني كيبقى. كنا نخلطو مزيان باش يذوب هذاك يدوب هذاك المسك، نخلطوها في الفرشيطة ولا انا تصابتها لي عندي وكنت بيها. كنجيب هاد الريحة ديالي، كنصوت تقريبا شي 50 رشة. سين صوت الا عندكم هذاك المسك داك اللي تيكون في واحد القلعه صغير ورين بحال هكا، صغير ورين تا هو ديروه فيها. انا ما عنديش، ما درتوش حتى ما غيكون شري ان شاء الله. Thank you.
نخلطوا باش يذوب هذاك المسك، باش يذوب مزيان باش ملي نديرو في الرشاشه هذه ما يسدهاش ليا. كنجيب شي رشاشة بحال هكا وكنشريو انا بحال هكا، في هذا فيهم القرعة، فيهم خلف تيكون خاصة بالسفر، فيهم هادي اللي تبغي دير فيها بحال هاد الشكل، كاينة هادي قرعة، كاين الحك وحده كنت هزيتها ما عرفتش شنو درت فيها، ما بقاش عقلت. دايره فيها واحد الزيت، هادي دايره فيها الزيت ديال الحرمل. هادو كاملين شريتهم ب اورو 50 من بريمارك، زوينين، عندهم هاد المعالقه باش تخلطي، ومعاهم هاد الدويويز باش نقولوا ليه كل واش يقول لي دواز باش كنخدموا داك. انا هذا العطر اللي عندي ديال ماء الذهب، هذا هديه جالي هديه. انا قررت نكمل وصيفطوا لي واحده اخرى سام صاحب الهديه. ريحتو زوينه، جربوا ما غاديش تندموا عليه، غتولي دائما ديرو، دائما تولي فاش بغيتي تخرجي غديري بحال هكا، حتى لما دوشتيش كديريها كدهني من بلا ما تكوني مدوشه ولا شي حاجه كدهني به هكا وتخرجي. نقولك ها بحال كتشمو. يلا خوتي وخواتاتي بسلامة عليكم، ويا فيديو قادم ان شاء الله. سلامة، لا عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليق اللي مجرب هذه الطريقه يرد عليا، وهذه الطريقه راها صحراويه. يلا بسلامة عليكم.